حلوة التمريرة أمامية دوي خطيرة. أوهوهو ممكن جول. الله بولونيا الصمود في ريناتو دالارا مع تياغو موتا غير يتقدمون بهدف المباراة الأول. تياغو موتا سعيد بذلك. يسجل نيكولا مورا هدف التقدم في هذه اللحظات. حلوة جميلة. بولونيا يتقدم بهدف المباراة الأول من لمسة من غمزة من همسة من كرة وصلت من فرحة اكتملت. وجه نيكولا مورا المرمى لكن الله على انطلاقة الله على تمريرة. هي كانت هنا البداية بالضبط. التمريرة من إيبشر بعد ذلك التمريرة الأروع لندوي وصلت وفرحة اكتملت. سجل روسوبلو تقدموا على الجالاروسي وهدف أول في المباراة. هدف أول في المباراة يتقدم نيكولا مورا بهدف جميل لمصلحة بولونيا في هذه الأثناء. وبالتالي أعتقد بأن السيد تياغو موتا يا السلام هذه كرة في انطلاقة خطيرة. فيكسون الله 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 ما هي أكثر من ضربات موجعة في مباراة الليلة في مرمى روما. ما أكثرها الضربات الموجعة هذه المرة عن طريق دانون دوي. يضع الكرة في المرمى ويحرز الهدف الثاني. هكذا بدأ أندوي. مرت من زينكس التمريرة كانت ساحرة لفيركسون عرضية. هنا التدخل اللي كان حاضر من أندوي وبالتالي وصلت وإن كانت قد ارتدت بنيرات صديقة من المدافع في المرمى. هدف يسجل في اللقطة الماضية بولونيا ويتقدم في هذه المباراة بهدفين مقابل 20.